في الداخل الإيراني قتل اثنان من المحتجين الإيرانيين على الأقل وأصيب سبعة آخرون برصاص الأمن الإيراني خلال مظاهرة حاشدة في مدينة كازرون. وأفاد ناشطون إيرانيون أن الأجهزة الأمنية قمعت المتظاهرين عند خروجهم ليلا احتجاجا على قرار تقسيم مدينتهم. ونشر الناشطون مقاطع وصور عن هجوم الأمن على المتظاهرين الذين احتجوا أمام مركز لقوى الأمن وسط المدينة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين.